أكيد طبعا إحنا عارفين كويس جدا أهمية المباراة بتاعت بكرة، عارفين المباراة قوية جدا، عارفين صعوبة المباراة. إحنا خلاص دلوقتي في قبل النهائي، عارفين إن إحنا بكرة الماتش يعني عندنا 180 دقيقة، بكرة الشوط الأولاني إحنا جايين هدف واحد إن إحنا نتأهل. نركز بكرة في المباراة بتاعت بكرة، وطبعا إحنا عارفين فريق سان داونز كويس واللعيبة عارفة أهمية المباراة. ان شاء الله نعمل مباراة كويسة بكرة ومعانا التوفيق بكرة. ما عندناش اي مشكلة خالص، احنا تعودنا ان احنا نلعب مع سان داونز في نفس التوقيت، احنا خلاص عارفين الفرقة عارفة ومصر كلها عارفة ان احنا على طول بنيجي نلعب في افريقيا، بنيجي نلعب في نفس التوقيت، احنا جاهزين في اي وقت ونلعب في اي وقت، والفرقة مستعدة بشكل كبير جدا المباراة بتاعت بكرة. وانا شايف ان مفيش اي حد يتكلم في الموضوع خالص، احنا مركزين، واهم حاجه بالنسبه لنا الهدف اللي بالنسبه لنا بكره ان احنا نرجع بنتيجه ايجابيه عشان الماتش التاني في مصر ان شاء الله. اكيد طبعا احنا بنتكلم على لعيب كبير، لعيب بيرستاوي بيكون معانا اضافه معانا في الفرقه، بس احنا كلنا 30 لعيب كلنا زي بعض، اي حد يكون موجود احنا اي حد يكون موجود 11 لعيب في الملعب بيأدي دوره وبيعمل بينفذ تعليمات الجهاز الفني. اكيد طبعا عشان هو موجود من جنوب افريقيا اكيد طبعا بيبقى عارف الاجواء عامله ازاي، واكيد بناخد خبراته، بنتكلم معاه يعني بيتكلم مع الفرقه وبيدينا خبراته في هنا في الجو والكلام ده. بس في الاول وفي الاخر احنا فرقه واحده وهدفنا واحد، الرجوع ان شاء الله بالفوز. يوم بس اكتر لا فيليكس النقطه الاولانيه، بس ملاحظ ان سان داونز غير طريقه اللعب، دي الحاجه الوحيده اللي اتغيرت، لكن غير كده عنده هو نفس اللعيبه الاقوياء، نفس عنده سكواد كويس جدا، عنده لعيبه كويسه، فريق صعب. لكن في النهايه انا ما بفكرش كتير في المنافس، بفكر اكتر فينا احنا، في نقاط قوتنا احنا، في طريقه لعبنا احنا، في كورتنا احنا، وازاي ان احنا نلعب. ده المهم بالنسبه لي، وده اللي احنا هنحاول ان احنا نعمله بكره، وانا متاكد ان احنا ان شاء الله بكره هنقدم هنطلع كل اللي عندنا ونعمل ماتش كويس ان شاء الله. الماتشين بتوع سامبا اكيد احنا كنا بالنسبه لنا دي كانت اول ماتشين في البطوله الجديده، كانت اللعيبه كانت لسه بتستعد للمباراه وبتستعد للمباراه التانيه، بس اهم حاجه كان هدفنا ان احنا نتاهل، وهدفنا ان احنا تاهلنا وخلاص ننسى المباراتين ونشتغل مع الجهاز الفني الفتره اللي فاتت على الحاجات اللي احنا عملناها كويس والحاجات اللي احنا عملناها مش كويس، واحنا خلاص نسينا المباراتين ونفكر في مباراه بكره.